للمواطن الضامن الأساسي والأول للمواطن هو الدور الجزائري. ما نحبش نتكلم على مواطيات أخرى لأن نتكلم عليها بعد إن شاء الله. كانت هذه تطمينات الحكومة بشأن تأثير قانون المالية على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، تطمينات تصطدم بواقع مر يشرحه مختصون بالأرقام. الأسعار ارتفعت ما بين 25 إلى 35% قبل دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ. هؤلاء المستوردون عندما يستوردون سلعا استهلاكية فهم يبيعونها لتجار الجملة، وتجار الجملة يفوتر لهم بنسبة 19%، ثم تاجر الجملة يفوتر بنسبة 19% لتاجر التجزئة، وتاجر التجزئة يفرض ضريبة على القيمة المضافة ب 19% على المواطن. الضمانات التي تسوقها الحكومة ترجع لأمرين، إما أنها تعتمد المغالطة أو أن الكثير من الفئات لا تعنيها عندما تتحدث عن القدرة الشرائية للجزائريين كفئة الأسلاك المشتركة التي تحصي أكثر من 120 ألف عائلة. زملاءنا في الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين يتقاضون مبالغ زهيدة جدا، رغم أن الحد الأدنى المضمون الوطني هو 18 ألف دولار جزائري، غير أن هذا المبلغ هو خاضع للضريبة. هناك عمال وموظفين يتقاضون 18 ألف و 14 ألف دولار جزائري، ويعيدون أفراد يتعدى تعدادهم 5 أفراد. نحن فكرة فقط يفوق عدد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين 130 ألف. عند الحديث عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمقدرة بما يقارب 1 مليون شخص، فالسؤال عما توفره المنحة من ضمان أساسية العيش يصبح من العبث. 4000 دينار، أنا نقول سيتون أنت نتكلم عليها، وكل وكان بعض المسؤولين سمحهم الله يقول 4000 دينار تكفي. إحراج كبير يتوقعه مختصون للحكومة في مواجهة نتائج الدراسة السرية التي أعلنت عنها المركزية النقابية حول القدرة الشرائية للجزائريين. فدراسة مماثلة لنقابة سناباب أجريت قبل 2 عامين أكدت أن الأجر الأدنى الضروري لضمان الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية فقط لأسرة مكونة من 5 أفراد يفوق 6 ملايين سنتيم شهرياً.